بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، وانشر علينا من الستر الجميل ردا، وافتح لنا منك فتحا غير منقطع، واجعل لنا سندا واجعل لنا مددا، وهيئ الصعب من خير الأمور، وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا، ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهدى. يا ربي وفقنا وكل خير هبنا، وعنا نحي كل ضير، ومن علينا بقضاء الحوج وكل شدة وكرب فرج. أما بعد، فحياكم الله بياكم في اللقاء 63 من لقاءات سلاسل العقيان بشرح اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. نستعين بالله ونستفتح مجلسنا اليوم من الحديث من الحديث التاسع بعد 800,000. صوت جديد عشان نبدأ. خلاص وغالبا أهل الزوم ما عندهم إشكال في التليجرام، الظاهر يتفاوت عند البعض، والبعض يحتاج أنه يضغط على الإعدادات ويرفع مستوى الصوت. طيب، اليوم إن شاء الله عندنا 20 حديثا نتمم بها إن شاء الله كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ثم بعد ذلك إن شاء الله يبقى لنا 77 حديثا إن شاء الله تكون على 3 لقاءات قادمة، ونكون بإذن الله تعالى قد أسدلنا الستار عن هذا الكتاب بإذن الله تعالى، ونسأل الله التمام والتوفيق والتيسير يا رب العالمين. طيب، قال: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. والجنة يدخلها الضعفاء، طبعا هذا وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي، أن الجنة أكثر أهلها الضعفاء، وهم الذين هم الخاملون الذين لا منزلة لهم عند الناس ولا جاه ولا كذا، ولكن هذه صفة أغلبية، إذ إن من الأغنياء من يدخل الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، ويكون من الأوائل الذين يدخلون الجنة. واضح؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة يدخلها الضعفاء، هذا وصف إيش؟ وصف أغلبي، ليس وصفا يعني لازما للجميع. هذه في ناس يقولون الصوت ما هو واضح في الزوم في التليجرام. طبعا ان شاء الله في فرق. طيب، اللي عنده إشكال يتأكد من الشبكة أو من السماعات عنده أو كذا. الباقون يقولون الصوت واضح ما في أي إشكال. طيب، قلنا إن هذا وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي وليس وصفا يعني للجميع. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت الجنة والنار، أي أن كل منهما قالت ما عندها من الحجة ونحو ذلك، وكيف الحجاج وكيف طريقته وكيف تتكلم الجنة وكيف تتكلم النار. هذه أمور غيبية، واضح يا إخواني وأخواتي، هذه أمور غيبية لا نتصور بعقولنا فيها، وذلك أن أمور الغيب ما من أن أكثر أمور الغيب لا يدركها العقل، وهذا من محض إيمان الإنسان وما يختبر به. ولذلك الله سبحانه وتعالى في أوائل القرآن قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين إيش؟ يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب من أعظم الأمارات التي تدل على إيمان الإنسان، لأن ثمة أمور وأشياء لا يمكن أن تدركها بعقلك المحض، فإنما عليك أن تؤمن، لأنك آمنت بالله ربا، وآمنت به خالقا، وآمنت به مدبرا لهذا الكون مصرفا له، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور كما يشاء وفق ما يشاء. فقالت النار: أوثقت بالمتكبرين، أي أنني أخترت ليدخل في المتكبرون عن الحق،
المتكبرون، التكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الكبر بطر الحق وغمض الناس بطر الحق، يعني لا يقبل الحق يرده، وأيضا يحتقر الناس. فقالت النار أنا جعل في المتكبرون والمتجبرون الذين يتجبرون على الخلق وتسلطون عليهم. قال وقالت الجنة ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. السقط هم الناس الساقطون من أعين الناس، يعني الخاملون، البسطاء، المساكين الذين لا جاه ولا منزلة لهم عند الناس، واضح؟ فهؤلاء هم إيش؟ هم سقط الناس. وهذا لذلك قلنا لكم إن هذا وصف إيش؟ شامل ولا أغلبي؟ ها الجواب نعم، قلنا إن هذا وصف أغلبي، أن أغلب أهل الجنة من المساكين والضعفاء ونحو ذلك، ولا يلزم من هذا أنه لن يكون أحد من الأغنياء من السابقين إلى الجنة وكذا. ولكن الفرق بين الفقراء والضعفاء أن الغنى يستلزم أمورا كثيرة، يستلزم من إخراج الزكاة ومن إعانة الفقير ومن إعانة المسكين وإرداف ذي الحاجة، وأيضا إخراج المال، كسب المال من حقه، وأيضا إخراجه من حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإنسان يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهذه عملية شاقة، صح ولا لا؟ فلذلك كان شأن الغنى وشأن المال ليس سهلا. ولكن قلنا إن هذا وصف أغلبي عثمان بن عفان رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين، وكان غنيا وهو من أهل الجنة، عبد الرحمن بن عوف وهكذا. فلذلك قلنا إن هذا وصف أغلبي، لأن القيام بحق الغنى ليس كل الناس يوفقون للقيام بحقه كما أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. طبعا هنا أمر مهم جدا أحب أن تفهموه. رحمة الله سبحانه وتعالى نوعان، هذا كلام عقدي مهم أن تفهموه. عندنا رحمة الله وهي صفة له، ذاتية له، هذه رحمة إيش؟ غير مخلوقة، واضح؟ هذه رحمة غير مخلوقة، الرحمة الذاتية له سبحانه وتعالى، الله رحيم، هذه رحمة ذاتية قائمة بالله. هذه رحمة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ هذه رحمة غير مخلوقة، صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. وعندنا رحمة مخلوقة وهي الجنة، وهي عندنا رحمة مخلوقة وهي الجنة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إيش رحمة الله هنا؟ الجنة. ولذلك هنا في الحديث وقال الجنة أنت رحمتي، فإذا هذه رحمة مخلوقة هي الجنة، رحمة مخلوقة هي الجنة، ورحمة غير مخلوقة هي الصفة الذاتية القائمة بالله جل جلاله، فهذه صفة غير مخلوقة، لأنه يستلزم لو قلنا إنها أن الصفة الذاتية مخلوقة، إذن أن الله أيضا مخلوق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منهما ملؤها، أي أنه تمتلئ كل واحدة من الجنة والنار، تمتلئ بمن هم أهل لها، تمتلئ بمن هو أهل لدخولها، فأهل الجنة للجنة وأهل النار إلى النار. قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله، فلا تمتلئ حتى يضع رجله، وفي رواية حتى يضع الجبار قدمه. ما صفة هذا الأمر؟ كيف كنهه؟ كيف؟ الله أعلم بمراده. هذا من الأشياء التي، من الأمور التي لا يستطيع العقل أن يصفها، أن يصلها، واضح؟ فهذا فيه إثبات الرجل وإثبات القدم لله، كيف بلا كيف ولا بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، نثبت لله قدما ونثبت لله رجلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا
لا نستطيع أن نثبت لها صفة أو كنها أو كيفية أو طريقة، هذا أمره إلى الله جل جلاله. فنصل حيث وصلنا الوحي، ونقف حيث وقف الوحي. هذا هو يعني محكم مذهب أهل السنة والجماعة. ما جاءك النص به آمنت به من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه في أمور الصفات، وما وقف عنه الوحي ولم يبين لك آمنت به، ولم تتخوض تلك الكلام في طريقتي وكنه صفتي. قال: فتقول قطن قطن قطن، أي يعني كفى كفى كفى، فهنالك تمتلئ. قال: ويزوى بعضها إلى بعض، هذا كلام على جهنم، أي يضم ويجمع بعضها إلى بعض. قال: ولا يظلم الله عز وجل من خلقه أحدا. قال: وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلقا، ينشئ لها خلقا أي لم يعملوا عملا قط، ويدخلهم الجنة، وذلك بفضله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى ينشئ للجنة خلقا، وهكذا لم يعملوا في الدنيا ولم يخرجوا. ومن أمثالهم مثلا الحور العين الذين لم يعيشوا في الجنة ولم يعيشوا دار التكليف، وإنما أنشأهم الله للجنة. واضح؟ وإنما أنشأهم الله سبحانه وتعالى للجنة فضلا منه ورحمة جل جلاله. هذا الحديث فيه فوائد ومسائل. الفائدة الأولى: محاججة الجنة والنار وأنها حقيقية، ولا يعلم صفة ذلك الأمر إلا الله سبحانه وتعالى. حتى مثلا الآن من باب بس التوضيح أكثر، الله سبحانه وتعالى لما قال: تنطق أفواه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. يوم القيامة هذه هذه الجلود وهذه الأعضاء تتكلم وتشهد على الناس بما عملوا. كيف صفتها؟ كيف اليد ستتكلم؟ كيف الفم؟ كيف الرجل ستتكلم؟ هذه أمور لا يعلمها إلا الله، وهو قطعي ثابت في القرآن. في القرآن نص: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا إيش؟ أنطقنا الله، في نطق تتكلم هذه الأعضاء. كيف تتكلم؟ لا نعلم. هذا الشيء لا تصله العقول. هذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، حتى فيما بين أيدينا. الآن روحك التي بين جنبيك، هذه مسألة ضرورية أن تفهموها في مسألة الغيب، ولأنه ينبني عليها الكلام في الصفات وما درج عنه من الفرق الضالة في مسألة الغيب. الآن لو قيل لك: صف روحك التي بين جنبيك، هل تستطيع أن تصف روحك التي تسري في بدنك؟ ما أحد يستطيع. لو اجتمعت مختبرات الدنيا على أن تصف الروح وطريقة عملها في البدن، لا يستطيعون. هذا الشيء لله وحده عز وجل. الرحمة التي في قلب الأم، ما الإنزيم الذي يفرزها، وما الخلايا التي ترسل ذبذبات الرحمة في قلب الأم إذا رأت ولدها في خطر، هل يستطيع أحد أن يخبر عن حقيقة هذا الأمر؟ الجواب: لا أحد يستطيع أن يخبر عن هذا الأمر، ولا أطباء الدنيا جميعا ما يستطيعون قياس هذا الأمر الذي في قلب الأم إذا رأت ولدها في خطر. فإذا كنت تجهل نفسك التي بين جنبيك، فلا أن تجهل ما ليس بين يديك، ما ليس بين يديك، من باب إيش؟ من باب أولى. إذا كنت تجهل نفسك التي بين جنبيك وطريقة عملها، فأن تجهل ما لم تدركه ولم تعرفه ولم تره من قبل، هذا من باب أولى. هذا أمر مهم جدا في باب الإيمان بالغيب. الفائدة الثانية: فيه إثبات الرجل لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. الفائدة الثالثة: عظم سعة الجنة، عظم سعة الجنة، وذلك أن الله يعطي أقل ساكني الجنة 10 أضعاف الدنيا. عظم الجنة، عظم سعة الجنة، وأن الله يعطي أقل ساكني الجنة 10 أضعاف الدنيا. ثم الذي يليه قال بعد ذلك: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد. ولذلك قول الله عز وجل في سورة قاف: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. قال: حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط وعزتك، أي يكفي يكفي، ويزوى بعضها إلى بعض، أي يضم ويجمع بعضها إلى بعض. وهذا شاهد للحديث الماضي.
وهذا أذكر لكم فائدة مهمة في هذا الحديث، وهو أن الفرق الضالة في باب العقائد من أسباب ضلالها أنهم اشترطوا أن أحاديث الآحاد لا يقبلون في العقيدة ولو كان في الصحيحين. واضح؟ فإذا كان الحديث ليس متواترا، إيش هو المتواتر؟ ما رواه جماعة عن جماعة عن جماعة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. واضح؟ هذا يسمى متواترا. وأما الآحاد فهو ما رواه دون هذا الجمع، فمثلا الغريب ما رواه واحد يسمى آحادا، وما رواه اثنان وهو الحديث العزيز يسمى أيضا آحادا، وما رواه أيضا ثلاثة وهو المشهور أيضا يسمى آحادا. واضح المعنى؟ فمش معنى حديث الآحاد أنه بس رواه واحد، لا، رواه عدد لكنه ليس بذلك العدد الكبير الذي تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. واضح المعنى؟ فكثير من أصحاب الفرق الضالة إنما ضلوا لأنهم قالوا إننا في أبواب العقائد وأمور الغيب لا نعلم، لا نأخذ إلا بأحاديث بأحاديث بالمتواتر. والأحاديث المتواترة أصلا يا إخواني يا أخواتي في السنة كلها يعني قليلة جدا. ترى الآن أشهر حديث عندنا في سنة النبي على الإطلاق حديث إيش؟ هذه مسألة منهجية تفهموها، ولكي تعرفوا سبب وشطط بعض الفرق الضالة أين نشأ. أشهر حديث في السنة النبوية إنما الأعمال بالنيات، ما في حديث أشهر منه، يعرفه الصغير والكبير والجاهل والعالم والعربي وغير العربي، إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث لا يرويه عن الصحابة إلا عمر، ما رواه أحد من الصحابة. شوف عدد الصحابة أكثر من 100,000، ما رواه إلا عمر وحده. ولذلك هذا الحديث إذا روي عن غير عمر مباشرة قل هو ضعيف من دون ما تفتح أي كتاب. إذا رأيت حديث إنما الأعمال بالنيات من غير طريق عمر بن الخطاب وأنت مغمض عينك حط عليه إكس إنه هذا الحديث ضعيف. والعجيب أنه لا يرويه عن عمر إلا علقمة في الأمة كلها. شوفوا التابعين كم عددهم وأبناء الصحابة كم عددهم، لا يروي هذا الحديث عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولا يروي عن علقمة بن وقاص الليثي سوى محمد بن إبراهيم التيمي، ولا يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي في الأمة كلها إلا يحيى بن سعيد. ثم انتشر من يحيى بن سعيد قالوا إنه رواه عنه ما يقرب من أكثر من 200 شخص. واضح المعنى؟ فإذا اشتراط بعض أصحاب الفرق الضالة أنهم لا يأخذون في العقائد وفي الغيبيات إلا بأحاديث المتواتر، لا يأخذون بالآحاد، فهذا عمل على خلاف ما درجت عليه الأمة. هل الصحابة رفضوا حديث إنما الأعمال بالنيات من عمر لأنه لا يرويه إلا عمر؟ الجواب قبلوه. هل التابعون لم يقبلوا الحديث من علقمة بن وقاص الليثي لأنه لا يرويه عن عمر إلا علقمة؟ طيب هل أتباع التابعين لم يقبلوا الحديث من محمد بن إبراهيم التيمي لأنه لا يرويه عن علقمة سوى محمد بن إبراهيم؟ فالأمة بسلفها الصالح كانوا يقبلون أحاديث الآحاد، كانوا يقبلون أحاديث الآحاد ولا يفرقون بين الآحاد والمتواتر. إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان حديثا صحيحا فإنه يعمل به ويقبل، فإنه يعمل به ويقبل. أما التفريق يقولون في الآحاد وفي في الغيبيات وفي العقائد لا نأخذ إلا بالمتواتر، فهذه بدعة حادثة. واضح؟ وأما سلفنا الصالح فإنهم كانوا يقبلون الحديث إذا كان صحيحا وروي صحيحا، فإنهم يقبلونه بغض النظر عن كونه من أحاديث الآحاد أو من حديث المتواتر. طيب هذه مسألة منهجية أيضا تفهمونها وتحفظونها إن شاء الله. ثم قال بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح. الكبش اللي هو الغنم، أملح يعني أنه فيه بياض وسواد، فيه بياض وسواد، وهو الذي يقال له الأملح. وقال بعضهم إن بياضه أكثر من سواده، المهم فيه بياض وسواد. قال: فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، أي يرفعون رؤوسهم ويمدون أعناقهم. واضح؟ يشرئبون أي يرفعون رؤوسهم وتطول أعناقهم للنظر وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟
فيقولون نعم هذا الموت، أي أن الموت يصور على صورة كبش. واضح المعنى؟ أنتم معي؟ الصوت موجود؟ أن الموت يجعل في صورة كبش. كيف يجعل في صورة كبش؟ الله أعلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالبقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان، صح ولا لا؟ أو فرقان من طير صواف. كيف يفعل هذا الأمر؟ الله أعلم. ولذلك قلت لكم أن الإيمان بالغيب هو الذي يحل للإنسان كثيرا من الإشكالات. واضح؟ الإيمان بالغيب والتسليم لما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة هو الذي يخلص الإنسان من هذه الإشكالات. لا تخوض بعقلك فيما لم تؤمر به أن تخوض بعقلك. الله قال لك، النبي قال لك أن الله يجعل الموت في صورة كبش، يصوره في صورة كبش، الله سيفعله. يؤتى بالبقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، هكذا الله سبحانه وتعالى يفعل. كيف طريقته؟ الله على كل شيء قدير والله أعلم. طيب قال وكلهم قد رأوه. قال ثم ينادي يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، أي يرفعون رؤوسهم ويمدون أعناقهم، فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه. قال فيذبح. وجاء في بعض الروايات أن أهل الجنة يعني يزدادون فرحا. ليش؟ لأنهم خلاص أيقنوا الخلود، خلاص الموت الذي كان مهددا لنا في الدنيا خلاص قد ذبح. وأهل النار يزدادون إيش؟ سوءا إلى سوء، لأنهم لن يخرجوا من هذه النار إلا من كتب الله عليه من صالح المؤمنين ممن عذب بعذاب بذنوبه ثم يخرج إلى الجنة. وأما الكفار والذين وجب عليهم الخلود خلاص هؤلاء يزدادون بؤسا وسخطا إلى سخط، لأنهم لن يخرجوا منها، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، آماد من العذاب، عافانا الله وإياكم. ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت، أي لكم خلود دائم فلا تموتون، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال وهم لا يؤمنون. فهذا فيه، هذا الحديث فيه دوام سرور أهل الجنة ودوام حزن أهل النار، فيه دوام سرور أهل الجنة ودوام حزن أهل النار. وفيه أيضا أن الموت يصور في صورة كبش أملح ثم يذبح، وهذا على ظاهره، وأن الله يحول الأعراض إلى أجسام، وأن الله يحول الأعراض إلى أجسام. وفيه أن الجنة والنار لا تفنيان بل هما دائمتان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، لأنه قال لكم خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ففيه مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان بل هما دائمتان. والأمير الصنعاني اليمني رحمه الله تعالى ألف رسالة بعنوان رفع الأستار في بطلان لإبطال أدلة القائلين بفناء النار، رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار. طيب الحديث الذي يليه، قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت. قال فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم مع ما هم فيه من اللذة والنعيم والسرور والحبور والنظر إلى رؤية وجه الله عز وجل والعيش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واللذات التي تتجدد لهم، وأيضا يعيشون حياة مرفهة ليس فيها غل ولا حسد ولا غبطة، وقد لم شمل العائلة إلى بعضها البعض، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فيجمع الله الأبناء بالآباء والآباء بالأحفاد، فيجتمع لمل الشمل فيجتمع شمل الأسرة، ويزدادون جمالا ويزدادون حبا فيما بينهم وألفة،
وحميمية وصفاء وودا. فإذا ذبح هذا الموت الذي هو المهدد لهذه اللذة وهذا النعيم، ارتاحوا وازدادوا فرحا إلى فرحهم. قال: ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. نسأل الله لنا ولكم الجنة، وأن يعافينا وإياكم من النار. ثم قال بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. المنكب هو مجتمع العضد والكتف، مجتمع الكتف والعضد، آخر منطقة في كتف الإنسان، العظمة هذه التي هي تكون اللي نقدر نسميها الكورة، الكورة اللي تطلع منها اليدين، ومن الجهة الثانية يكون منها الكتف، واضح؟ هذه الجهة العليا من نهاية الكتف، هذه تسمى منكبا، الذي هذا المفصل الذي يفصل بين العضد وبين الكتف، هذا يسمى منكبا. قال: ما بين منكبي الكافر، أي المنكب الأيمن والمنكب الأيسر، ما بينهم قال مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. إيش معنى؟ اكتبوا معنى الحديث: أن أجساد أهل النار تكبر وتفخم ليزداد ألم العذاب عليهم. أن أجساد أهل النار تكبر وتفخم ليزداد ألم العذاب عليهم. واضح المعنى؟ أن أجساد أهل النار تكبر وتفخم ليزداد ألم العذاب عليهم. لأن الإنسان كلما كان بدنه أكبر كان أذاه في كل كان الألم يتردد إلى كل جزئية من أعضائه، واضح؟ كلما كان جسد الإنسان عظيما وكبيرا وسمينا وبدينا، كان كل ألم، كل جزئية من الألم ترتاد بدنه، يزداد بها ألما إلى ألم. طيب، بعد ذلك قال: وطبعا قال مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، يعني أن المسافة التي بين منكبه الأيمن والأيسر، هذه المسافة لا يمكن أن تقطع إلا كما إذا ركب إنسان فرسا وركض عليه 3 أيام. يعني لاحظوا قد إيش يكون جسد الكافر في النار عظيما كبيرا جدا. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. ثم قال بعد ذلك حديث حارثة بن وهب الخزاعي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم بأهل الجنة؟ اكتبوا هنا معناها: ألا أخبركم بأغلب أهل الجنة، لأنه وصف أغلبي ليس وصفا شاملا، وإنما هو وصف أغلبي. طيب، قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ تريدون أن أخبركم وأعرفكم بمن هم أهل الجنة؟ قال: كل ضعيف متضعف، كل متواضع خاشع ليس بمتكبر، هذا ضعيف، متواضع خاشع ليس بمتكبر، متضعف أي أن الناس لا يبالون به، أن الناس لا يبالون به، إنسان فقير مسكين على قده كما يقال بالدارجة على باب الله، وهكذا، يعني إنسان ليس له تلك المنزلة ولا العظمة في عين الناس ولا كذا ولا كذا. وهذا قلنا أيضا، نعيد ونكرر ونزيد ونقرر، إيش؟ أنه وصف أغلبي، وصف أغلبي، وإلا من الوجهاء ومن الأمراء ومن الكبراء من يدخل الجنة مع الأوائل إذا أدى لذلك المال حقه ولذلك الأمر ما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو متضعف لو أقسم على الله لأبره. هذا كناية عن أنه مجاب الدعوة، كناية عن صلاحه وأنه مجاب الدعوة، لو أقسم على الله لأبره. قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قال: كل عتل، العتل هو الغليظ الجافي، العتل هو الغليظ الجافي، فهذا فيه أن الغلظة والجفاء من صفات أهل النار، وأن الله سبحانه وتعالى رفيق يحب الرفقة كما مر معنا.
إن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا زانه. وليس معنى الرفق أن الإنسان يكون دائما يعني يساير أولاده وزوجته على ما يريدونه من الحلال والحرام، ليس هذا المقصود. بل من الرفق الشدة أحيانا، فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه رحيم، لكن من عين الرحمة أحيانا أن تكون إيش؟ شديدا. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذكر 20 اسما، قال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. أول من وجدوه قالوا يا رسول الله هذا ابن خطل، عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة، قال اقتلوه ولو في الحرم اقتلوه. ليش؟ لأن هذا عين الرحمة. فليس من معنى، لأن بعض الناس يظن إذا قلنا رحمة ورفق أن الإنسان خلاص، يعني إذا قلنا كن رحيما بأهل بيتك، كن رفيقا بهم، أنه يسايرهم في الحلال وفي الحرام وفي كل ما يهونه، حتى ولو كان خلاف التربية، خلاف مراد الدين الإسلامي. لا، ليس هذا معناه، ليس هذا معناه. قال كل عتل، وهو الغليظ الجافي. قال جواظ، الجواظ هو المختال المتعاظم في نفسه، المتعاظم، شايف نفسه زي ما ينقال بالدارجة. الجواظ هو المختال المتعاظم بنفسه، مستكبر الذي لا يبالي بالناس ولا يقبل الحق، مستكبر الذي لا يبالي بالناس، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، قال بطر الحق وغمض الناس، أي رد الحق وعدم قبول الحق وغمض الناس، ازدراء الناس واحتقارهم إلى آخره. فهذه صفة أهل النار، الغلظة والجفاء والتكبر والاختيال، وأيضا العلو والزهو بالنفس على الناس وعدم قبول الحق. هذه صفات أهل النار. فإذا عرفتها يا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة فاحذر هذه الصفات، احذر هذه الصفات التي لا خير فيها، وأسوأها الكبر، وأسوأها الكبر، لأنه منكس من منكسات الفطرة. فرعون ما ضل وأضل قومه إلا بالتكبر، ما ضل وأضل قومه إلا بالتكبر والتجبر. قال بعد ذلك حديث عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر الناقة، أي ناقة ثمود، قال والذي عقر، والذي العقر هو ضرب قوائم الدابة حتى تسقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا الذي عقرها هذا الأشقى اسمه قدار ابن سالف، قدار ابن سالف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها، قال انبعث لها رجل عزيز عارم، رجل عزيز، أي رجل عزيز، أي ذو عزة ومنعة في قومه، واضح؟ يعني من كبراء القوم، فيقال هذا رجل عزيز. يعني أن هذا قدار بن سالف أنه من أهل البأس ومن أهل الوجاهة المجتمعية في قومه. قال إن بعث لها رجل عزيز عارم، أي أنه خبيث مفسد، خبيث مفسد، هذا معنى عارم، وهو مأخوذ من العرامة، من الجريمة في اللغة العربية. قال منيع في رهطه، أي له حماية وله شوكة وله عشيرة وله ربع يحمونه. قال منيع في رهطه مثل أبي زمعة، هذا أبو زمعة هو الأسود، اسمه الأسود، جد راوي الحديث، هذا الحديث اللي محنا معنا، ركزوا جيدا، هو حديث عبد الله بن زمعة. طيب الآن هذا الذي يروي الحديث يروي حديثا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة جده، جد هذا الراوي كان كافرا، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قدار بن سالف كان رجلا عزيزا عارما منيعا في قومه مثل جدك يا عبد الله بن زمعة، لأن جده كان من المستهزئين برسول الله، واضح؟ جده كان من المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله فيهم إنا كفيناك المستهزئين، وقد مات بمكة كافرا. ثم قال وذكر النساء، أي استطرادا، أن هذا الحديث يحوي أكثر من موضوع، هذا الحديث يحوي أكثر من موضوع. قال وذكر النساء، يعني استطرادا، فقال يعمد أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخاطب الرجال، قال يعمد أحدكم إلى امرأته، قال يعمد أحدكم إلى امرأته يجلد
عفوا، يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد. لحظة، قال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، وفي رواية جلد البعير، يعني بمعنى أن الرجل يضرب زوجته ضربا مبرحا. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر من الصفات الخاطئة عند بعض الرجال، قال يعمد أحدكم يجلد امرأته، ليس هذا معنى فعل أمر، انتبهوا، هذا فعل إيش؟ مضارع، والفعل المضارع هو فعل الحال، أي أنه يصف فعل بعض الصحابة بعض الناس وخطأهم في تعاملهم مع زوجاتهم، واضح المعنى؟ فليس هذا بمعنى فعل أمر، انتبهوا. قال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، وفي رواية جلد البعير، أي أنه يجلدها ويضربها ضربا مبرحا شديدا لا تحتمله النفوس. قال فلعله يضاجعها من آخر يومه، يعني أنه قد يحتاج إليها في العلاقة الجنسية الخاصة بين الزوجين، وهذا أمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أمر غير مقبول نفسيا. كيف تضربها ضربا مبرحا ثم أنت في آخر الليل تريد منها الإناث وتريد منها كيت وكيت؟ أن هذا أمر يعني خلاف النفسية، لأن هذا يسبب نفورا من زوجتك إليك، فهذا أمر لا تستقيم به النفسية البشرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا، وليس معنى هذا أنه معارض لقول الله عز وجل فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وقد تكلمت في هذه الدروس في اللؤلؤ والمرجان عن ضوابط ضرب المرأة، ضرب الزوج امرأته بالتفصيل الممل الذي لا يعني الذي يغنينا عن الإعادة. قال فلعله يضاجعها من آخر يومه، قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث يكلم عن أكثر من موضوع. تكلم عن أولا التجبر والتكبر الذي يؤدي بالإنسان إلى الاستهزاء بالدين، كحال قدار بن سالف وحال أيضا جد هذا الراوي عبد الله بن زمعة. هذه التجبر والتكبر والوجاهة المجتمعية حملتهم على إيش؟ على الاستهزاء بالدين وعلى الكفر بالله عز وجل. ثم ذكر أيضا مما يحصل عند بعض الرجال، وهي الضرب المبرح للزوجات، ثم في آخر الليل يحتاج إليها للعلاقة الخاصة، وأن هذا أمر لا يستقيم نفسيا. ثم ذكر لهم موضوعا ثالثا، قال ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ إيش معنى هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لماذا إذا ضرب أحدكم الضرطة الفساء، وهو الريح الخارج من مؤخرة الإنسان، يقول إذا ضرط إنسان لماذا تضحكون؟ كل الناس يضرطون، واضح المعنى؟ كل الناس يضرطون، ما في أحد إلا ويضرط، ما من أحد إلا ويخرج الريح من مؤخرته، ما من أحد إلا وعنده الفساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ يقول إذا ضرط أخوك فلماذا تضحك؟ لأن ضحكك يوقع في حرج، إذا ضحكت على أخيك الذي ضرط، وطبعا أنه ضرط يعني وخرج منه هذا يعني بشيء خارج عن إرادته، فهذا لا يجب لك الضحك، إذا ضحكت فإنك تحرجه. لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جانب مراعاة النفسيات وحماية المشاعر، هذا شيء عالي جدا، وأيضا سأذكر فوائده في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا داعي للاستغراب الذي يؤدي إلى الضحك، كل الناس يضرطون، ما من أحد بريء من الضرطة، فلماذا تضحك إذا ضرط أخ لك؟ فهذا الحديث أولا فيه أن الكبر سبب من أسباب الإعراض عن الدين والاستهزاء به، أن الكبر سبب من أسباب رد الدين والاستهزاء به. الثاني الإعراض والتجاهل عن سماع صوت الضرطة رفعا للحرج عن أخيك، الإعراض والتجاهل عن سماع صوت الضرطة رفعا للحرج عن أخيك، يعني بمعنى لو أن أخا لك ضرط في مجلس، يعني أظهر نفسك كأنك لم تسمع، كأنك لم ترى شيئا، كأنك لم تشم شيئا، ليش؟ لترفع عنه كلفة الحرج، واضح المعنى؟ لكي تعينه على أن لا يشعر بالحرج. هذا يعني توجيه مليح من النبي صلى الله عليه وسلم في المجالس، وليس معنى هذا أن الإنسان يتعمد الضراط في المجلس، لا، هذا أمر منهي عنه، واضح؟
ليس معنى أن الإنسان يتعمد الضراب. نعم نعم اليهود كانوا يتضارطون في مجالسهم، وسأذكر هذا أيضا. فقلنا أن الإعراض فيه الإعراض والتجاهل عن سماع صوت الضرطة رفع للحرج عن أخيك، وفيه أيضا أن الإنسان لا يتعمد الضرطة بين الناس، لكن إن كان يجب أن تخرج فلتخرج، لكن أن يتعمد أن يتضارط، أن يتعمد أن يتضارط، فهذا من فعل الجاهلية، فإنهم كانوا يتضارطون ويتضاحكون، يتعمدون إخراج الضراط ثم يضحك بعضهم إلى بعض، فهذا أمر لا يليق، بل قيل إنه من عمل قوم لوط، كانوا يفعلونه، يتعمدون إخراج الضراط والتضاحك فيما بينهم. لكن الإنسان إن خرج الضراط رغما عنه ولا حاجة ولا طريق ولا يستطيع كتمه أو كذا، أو إن كان في كتمه ضرر عليه فهذا يخرجه، ولا ينبغي لمن كانوا جالسين إليه أن يتعمدوا الضحك ونحو ذلك. تقول هل نعلم أطفالنا ألا يضرطوا أمام الناس؟ لا يتعمد الضراط، هذا مطلب، لا يتعمد أن يضرط أمام الناس، أو إن استطاع أن يخرج إلى الخلاء أو إلى مكان وهذا طيب، لكن إن خرج رغما عنه ولا قبل له ولا طاقة له برده وحبسه فهذا أمر خارج عن إرادة الإنسان، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الفائدة الثالثة حسن الأدب في معاشرة الناس، حسن الأدب في معاشرة الناس. والثالث النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة، النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة، وللضرورة يجب أن يكون الضرب وفق الضوابط الإسلامية، وللضرورة يجب أن يكون الضرب وفق الضوابط الإسلامية، وقد بيناها بتفصيل لا يستدعي الإعادة منها. الفائدة التشاغل، الفائدة التي ليها التشاغل، التشاغل عند سماع الضرطة. إذا سمعت ضرطة من صوت أو رائحة من أخيك فأظهر التشاغل بجوالك بكذا بأي شيء حتى لا توقعه في الحرج. طيب الحديث الذي يليه قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه، قصبه أمعاءه. وهذا عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من أدخل الأصنام إلى جزيرة العرب، وكان تاجرا ذهب إلى الشام فرأى عندهم في ما عندهم شيء من الأصنام وكذا فجلبها إلى جزيرة العرب، فهذا هو أول من أدخل هذه الأصنام إلى جزيرة العرب. قال وكان أول من سيب السوائب، من سيب السوائب يعني عندهم بعض الدواب تجعل خاصة لآلهتهم، مثلا يقولون هذا، مثلا يقولون هذا غالبا كانوا يفعلونه مثلا في النذور، واضح؟ فيقول مثلا، خذوا المثال عشان تفهموا قبل ما تكتبوا، مثلا فيقول إن شفي مريضي سيبت بعيري، إن شفي مريضي سيبت بعيري. إيش معنى هذا البعير اللي هو الجمل؟ فهذا الجمل يكون للآلهة، للصنم حقهم، فهذا الجمل لا يحلب ولا يركب ولا يذبح، واضح؟ ولا يمنع من أي ماء يريدها. شوفوا الضلال حق الجاهلية، الحمد لله على الإسلام، واضح؟ السوائب هذه هي دواب تجعل للآلهة، فلا تركب ولا تحلب ولا تذبح ولا تمنع من ماء أرادت، واضح المعنى؟ هذه البدعة وهذه الحادثة الجديدة من الذي اخترعها للعرب؟ هو عمرو بن لحي الخزاعي، أنه جعل هذا مما يفعلونه وقت النذر، إذا نذر قال إن برئت من علتي أو عدت من سفري سالما سيبت بعيري، فيجعل هذا البعير للآلهة، فهذا البعير لا يركب ولا يركب ولا يحلب ولا يذبح ولا يمنع من أي ماء أراده وقصده، يعني أنها إيش؟ غنم في اي بي او جمل في اي بي، يعني له علاقه دبلوم، له علاقه يعني حصانه ملكيه زي ما ينقال مثلا بالاسلوب المعاصر، ما احد يلمسه ولا احد يمنعه ولا كذا ولا كذا. فهذه من ضلالات الجاهليه التي كانوا يفعلونها.
تقول: ما علاقة ذكر الحديث عدم ضرب المرأة في مجتمعها بذكر الحديث عن الضراب؟ نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد تكلم عن ثلاث موضوعات منفصلة، فليس معنى أنه الضرب لها علاقة بضرب المرأة، لا، ما في علاقة بين هذا وهذا، وإنما الحديث فيه أكثر من وحدة موضوعية. طيب، ثم قال بعد ذلك: باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، قلت قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة بلا نعال ولا خف، عراة بدون ملابس، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كما خرج الإنسان من بطن أمه عاريا، كذلك يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا. الأغرل هو الأقلف، والقلفة هذه هي الجلدة الزائدة على ذكر الرجل التي تقص عند الختان. القلفة هي الجلدة الزائدة على ذكر على على جلد الجلدة الزائدة على ذكر الرجل التي تقص عند الختان، هذه هي القلفة. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، تقول إذا كانوا عراة يوم القيامة وحشروا عراة، معنى هذا أنه سينظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل. لاحظوا تعلق عائشة رضي الله عنها بالستر والعفاف وحفظ العورة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك، يعني هم في شأن عظيم، أصلا أمر العورات ما يدور بخلدهم، ولا يفكر الرجل أن ينظر إلى عورة المرأة، ولا تفكر المرأة في ذلك الوقت أصلا عن أن تنظر في ولا تفكر المرأة في أن تنظر في عورة الرجل، لأن الله قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل له همومه، والشمس قد دنت من الرؤوس والأهوال والمصائب، والناس خرجوا من قبورهم سراعا يهرعون. فلا يفكرون في شأن العورات والنظر في العورات والتلذذ بالأمور الجنسية، هذا أمر قد وذهل الإنسان عنه. مثل إيش؟ لو قلنا: لو أن إنسانا غارقا في بحر، ومرت بشاطئ البحر امرأة عارية، أله نفسية في أن يرفع عينه لينظر إليها؟ الجواب: قطعا لا، هو الآن يفكر كيف ينجو من هذا الغرق، فكيف يفكر في النظر إلى امرأة عارية على شاطئ البحر؟ فهكذا ما في يوم القيامة أشد من هذا، ما يذهب العقول ويجعل المرأة وهي حامل تسقط ما في بطنها يوم ترونها تحمل، يوم ترونها، قال: وتضع كل ذات حمل حملة، يوم فيه هول شديد جدا، ما يفكر الناس أصلا في شأن العورات. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من أن يهمهم. إثبات البعث بعد الموت، وفيه أيضا بيان معنى قول الله عز وجل: كما بدأنا أول خلق نعيد، أي أنهم يعودون يوم القيامة كما ولدوا وخرجوا من بطون أمهاتهم، أنهم غير مختونين، وأنهم كانوا عراة يوم ولدوا. وفيه أيضا شدة أهوال يوم القيامة، إذ يذهل الناس عن شأن العورات وأمورها. ثم قال بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب، فقال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، يعني الجميع يوم القيامة عريان، وأول من يكسى ويلبس الملابس من؟ إبراهيم عليه السلام، أول من يكسى هو إبراهيم عليه السلام. طيب، هل يلزم من أن إبراهيم يكسى يوم القيامة قبل جميع الناس، هل يلزم منه أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يلزم منه أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة خذوها، أن الميزة الخاصة لا يلزم منها الامتياز العام، أن الامتياز الخاص لا يلزم منه الامتياز العام من كل وجه، أن الامتياز الخاص لا يلزم منه الامتياز العام من كل وجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل البشر بإجماع. طيب، قال: وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي يؤخذ بهم جهة النار،
فأقول يا ربي أصيحابي. وفي رواية أنه كرر 3 مرات يناشد الله هؤلاء أصحابي أصحابي أصحابي، يعني من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أنهم غيروا في الدين وبدلوا وحرفوا وأحدثوا البدع. وهذا يا إخواني وأخواتي فيه إيش؟ خطورة أمر البدع، يعني أن الإنسان، وجاء في حديث آخر أنهم يذادون عن الحوض، يأتون ليشربون في ذلك اليوم الذي فيه شدة العطش، يذادون ويطردون ويختلجون. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، هذا إيش؟ يعظم في أعيننا يا إخواني وأخواتي قيمة السنة وخطورة البدعة، أن البدعة شرها خطير. وسأذكر ضررين كبيرين في شأن البدعة. طيب، قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم، يعني يقصد: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه كلمة استعطاف من النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى هؤلاء الذين قال الله فيهم إنهم قد غيروا وبدلوا وحرفوا وأحدثوا البدع. ماذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ هذه: إن تعذبهم فإنهم عبادك. هذه كلمة استعطاف، يعني يا ربي هؤلاء عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم والأمر إليك، لك الحكمة البالغة الباهرة يا رب. فقال: فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، يبتعدون عن منهج هذا الدين ويحدثون خللا في الدين، منهم الذين ارتدوا ومنهم الذين بدلوا وحرفوا وفعلوا وزادوا البدع ونقصوا في الدين وكذا وكذا إلى آخره. فهذا الحديث يا إخواني يا أخواتي فيه إثبات الحشر يوم القيامة، أن الناس يحشرون، وأنه فيه بعث بعد الموت. ليش مثلا يعني أهل السنة حريصون على إثبات البعث بعد الموت؟ لأن من أكبر الأمور التي نفاها المشركون أنه لا حياة بعد الموت، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص، هم يقولوا يظنون الموت فناء. افهموا هذا الكلام يا إخواني وأخواتي، المشركون يرون الموت فناء وانتهاء، وأهل السنة والجماعة يرون الموت انتقالا من دار إلى دار. تفهمون هذا الكلام؟ البرزخ فيه أهوال، فيه سؤال، فيه ثم البعث بعد الموت، ثم إلى آخره. فأهل المشركون يرون الموت فناء، خلاص إذا انتهينا ما عاد فيه، ما في شيء بعد الموت. فلذلك تجبروا وتكبروا وقالوا: ما يهلكنا إلا الدهر، إذا ما انتهت أعمارنا خلاص قد هلكنا، ما عاد في شيء بعد كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وين هذا؟ قلنا فيه إثبات البعث والنشور بعد الموت، وفيه أيضا عظمة قدرة الله تعالى، وفيه أيضا جريمة البدع في الدين، جريمة البدع في الدين. والبدع في الدين إنما عظمت لأن فيها معنيين قبيحين، والبدع إنما عظم شأنها في الدين لأنها تحوي معنيين قبيحين. المعنى الأول هو الاستدراك على الله. لما تحدث بدعة في الدين كأنك ترى أن الله عز وجل لم يحكم الدين، في نواقص، كأنك ترى أن هذا الدين ناقص، أنا أحتاج أني أحط بدع وأزيد فيه. فهذه الجريمة الأولى في البدع. المعنى القبيح الثاني الذي في البدع أن فيه مصادمة لقول الله عز وجل، أن فيها مصادمة لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الجريمة الأولى في البدع أن المبتدع بمثابة المستدرك على الله، أن المبتدع بمثابة المستدرك على الله، والله لا معقب لحكمه. الجريمة الثانية أن فيها مصادمة لقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تقول: إن تعذبهم فإنهم عبادك، هذا قول عيسى أم قول الرسول؟
هي آية من القرآن حكاية عن عيسى، ولكن النبي يا أخت سلوى سيقولها يوم القيامة. قال: فأقول كما قال العبد الصالح، كما قال عيسى، أنا أيضا أقوله يوم القيامة. هذا المعنى. طيب، قال بعد ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس. لا، فيه فوائد نسيت أن أذكرها، وفيه أيضا ضرورة لزوم السنة، ضرورة لزوم السنة، وأنها طوق النجاة في الدنيا والآخرة. ضرورة لزوم السنة وأنها طوق النجاة في الدنيا والآخرة. فلذلك على الإنسان أن يحرص على مجالس الحديث النبوي، لأنها هي التي تعرفه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم في الحديث الذي يليه قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على 3 طرائق، أي على 3 فرق. وهذا الحشر هو آخر أشراط الساعة. إن شاء الله في المحاضرة القادمة سيكون عندنا كتاب أشراط الساعة، وسأذكر مقدمة حول أشراط الساعة والعلامات الصغرى والعلامات الكبرى. من العلامات الصغرى ما ذهب، ومنها ما زال يتجدد، ومنها علامات كبرى تأتي قبل قيام الساعة إلى آخره إن شاء الله، هذا في اللقاء القادم. فالحشر هذا هو آخر أشراط الساعة، وذلك أن الناس يحشرون إلى قبل القيامة، يعني من الشام إلى قبل القيامة. طيب، قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس على 3 طرائق، على 3 فرق. قال: راغبين وراهبين، راغبين في رحمة الله، وراهبين من عذابه. منهم من هو الراغب في رحمة الله يرجو رحمة ربه، ومنهم من هو خائف من عذابه. قال: واثنان على بعير. الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس على 3 فرق. الفرقة الأولى هم الذين راغبون وراهبون، هذا فريق في قلبهم أمران. واضح؟ انتبهوا هذا الحديث شوية، فهمه يحتاج إلى تحريك الذهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يحشرون يوم القيامة على 3 فرق. الفرقة الأولى قال راغبين وراهبين، هذا فريق واحد في قلبهم هذان الشعوران، في قلبهم رغبة ورهبة، يرغبون في رحمة الله ويخافون عذابه. واضح؟ هذا الفريق الأول. كذا حطوا خط في اللي عنده النسخة الورقية، اكتبوا عند راغبين وراهبين، حطوا خط الفريق الأول، واللي ما عنده أو عنده كناشة أو دفتر ملاحظات يدون هذا. فالفريق الأول راغبين وراهبين، هذول إيش؟ فريق رقم واحد. الفريق الثاني فيه عدة أصناف. واضح هذا الكلام؟ تفهمونه؟ الفريق الثاني فيه عدة أصناف. الفريق الثاني قلنا فيه عدة أصناف. قال: واثنان على بعير، أن يعتقبون، وهذا يركب ثم هذا يركب وهذا يركب. قال: واثنان على بعير، وثلاثة على بعير. واضح؟ طبعا هذا الحشر الذي إيش؟ الذي هو قبل أرض الشام. انتبهوا، ليس هذا الحشر اللي هو الذهاب إلى القيامة، لا، الحشر حشران. واضح؟ الحشر حشران. الحشر الأول كما قال حشر إلى أرض الشام، وأما الحشر العام الذي يخرج الناس من قبورهم ويحشرون إلى ربهم جميعا، هذا أمر مختلف. طيب، قال راغبين وراهبين، قلنا هذا الفريق الأول. الفريق الثاني قلنا فيه عدة أصناف. قال: واثنان على بعير، هذا صنف. قال: وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. وهذا كله داخل إيش؟ الفريق الثاني. الفريق الثاني فيه أصناف. الثالث قال: ويحشر بقيتهم، ويحشر بقيتهم، ويحشر بقيتهم، بقيتهم مفعول، ويحشر بقيتهم النار، ويحشر بقيتهم النار. هذه إيه؟ ستأتينا إن شاء الله في أشراط الساعة. هذه من علامات الساعة الكبرى، وهي نار تحشر الناس، تخرج من قعر عدن، تحشر الناس إلى أرض المحشر. واضح؟ فلذلك قلنا لكم هذا الحشر الذي هذا في الحديث، انتبهوا جيدا، ليس هذا الحشر اللي هو على القيامة، لا، هذه نار تحشر الناس إلى أرض الشام، إلى أرض المحشر. فهي نار تطارد الناس. فهذا الحشر الأول، وليس الحشر الثاني الذي يخرج الناس من قبورهم جميعا يحشرون إلى القيامة، لا، هذا الحشر الأول. ولذلك قلنا لكم الحشر حشران. طيب،
قال ويحشر بقيتهم النار، هذا إيش قلنا؟ النار التي تخرج من قعر عدن وتسوق الناس إلى أرض المحشر. ثم قال تقيل معهم حيث قالوا، أي أن هذه النار تطاردهم صبحا ومساء، فإذا فتقف ويقفون، تقف فيقيلون وينامون، ثم تواصل طردهم، وتبيت معهم حيث باتوا، تطاردهم في الليل وقتا، ثم أيضا يقفون للبيات والاستراحة. قال وتصبح معهم حيث أصبحوا، معنى أن هذه النار لا تفارق هؤلاء، تطاردهم. قال وتمسي معهم حيث أمسوا، فالمقصود من هذا أن هذه النار ملازمة لهم، أن هذه النار ملازمة لهم لا تفارقهم. ثم قال بعد ذلك باب في صفة القيامة، أعاننا الله على أهوالها، اللهم آمين، قولوا آمين. هذا يدعو به الإمام النووي رحمة الله عليه، قال باب في صفة القيامة أعاننا الله على أهوالها. ثم قال بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يقوم الناس لرب العالمين، في الآية يعني، قال حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، يعني أن الإنسان يأخذه عرقه إلى أنصاف أذنيه. وهذا ليس الجميع طبعا، لأنه جاء في رواية الحاكم أن من الناس من يبلغ، وتعرفون سبب هذا العرق الشديد أن النار تدنو من رؤوس الناس يوم القيامة، صح ولا لا؟ كما في الحديث، فإذا دنت هذه النار من رؤوس الناس يوم القيامة، فجاء في رواية الحاكم أن من الناس من يبلغ العرق إلى ساقيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يبلغ إلى فمه، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف ساق أذنيه. فإذا في شرح الحديث اكتبوا فيه شدة العرق يوم القيامة، اكتبوا شرحه، هذا فيه شدة العرق يوم القيامة، فيه شدة العرق يوم القيامة، وهو ناتج عن شدة حر يوم القيامة، وهو ناتج عن شدة حر يوم القيامة، والناس متفاوتون، فاصلة، والناس متفاوتون في هذا العرق على حسب إيمانهم، والناس متفاوتون في هذا العرق حسب إيمانهم، فمنهم من يأخذ العرق إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. لا قلنا بسبب الشمس يا أخت هند، أن الشمس تدنو من رؤوس الأشهاد يوم القيامة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من فوائده اكتبوا فيه شدة حرارة الشمس، فيه شدة حرارة الشمس ودنوها من رؤوس الناس يوم القيامة، فيه شدة حرارة الشمس ودنوها من رؤوس الناس يوم القيامة. ثم في الذي يليه قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وهذا أيضا كما قلنا لكم إن الروايات تفسر بعضها بعضا، فرواية الحاكم بيّنت لنا أن الناس متفاوتون في هذا العرق، منهم من كذا، منهم من كذا، منهم من كذا. فهذا الحديث فيه هول يوم القيامة وأنه لا هول فوقه، فيه هول يوم القيامة وأنه لا هول فوقه، وفيه إيقاظ الغافل وتنبيهه بمثل هذه الأهوال والأخبار، إيقاظ الغافل وتنبيهه بمثل هذه الأخبار والأهوال. وهذه من فوائد دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان يتعلم منها الأحكام والعقيدة، ويتعلم منها اللغة والأخبار والأهوال، وما ينبهه ويوقظ قلبه ويوقظه من غفلته وينبهه على تقصيره،
ويعلمه كيف يسلك الجادة. هذا كله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى يعني يوم أمس كتبنا بعض التغريدات حول اللغة العربية وكذا، من أعظم ما يبني في الإنسان لغة فصيحة وسليقة سليمة الاستماع للحديث النبوي، لأنه لغة جميلة ممن أوتي جوامع الكلم، وليس كلاما متكلفا، ليس كلاما متكلفا، كلاما واضحا يأخذ بمجامع النفوس، وهو عين الفصاحة والبلاغة، كلام صادر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، حتى بس عشان بقي على الأذان ربع ساعة، ودنا ننتهي من كتاب الجنة وسفن نعيمها وأهلها، حتى إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بإذن الله تعالى كتاب أشراط الساعة. طيب، بقيت 3 صفحات ونصف، إن شاء الله ننهي. قال: باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. هذه الترجمة حوت 3 أمور أشرحها حتى نستريح أثناء الحديث في الباب. عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، فالإنسان يعرض عليه مقعده إما من الجنة أو النار، فمن عرض عليه مقعده من الجنة فإنه يأتيه من روحها وراحها وبردها ونعيمها، يأتيه إلى قبره. ومن فتحت له نافذته وأري مقعده من النار فإنه يأتيه من سمومها ولهيبها إلى آخره. قال: وإثبات، وأيضا أن الذي في قبره عرض عليه مقعده من الجنة، أنه إيش؟ يعيش عيشة هنيئة مشتاقا إلى الجنة، واضح؟ ومن عرض عليه مقعده من النار فإنه في قبره يعيش عيشة غاية في المساءة وغاية في العذاب، وأن الذي ينتظره أشد مما هو فيه. عذاب القبر وحده ألم، أنتم معي؟ عذاب القبر الذي فيه هذا الكافر يكفيه عذابا، ومع ذلك تفتح عليه نافذة من النار يرى فيها مقعده ويأتيه من سمومها ولهيبها، فيرى عذابا فيها أشد مما هو فيه، فيجتمع عليه العذابان، عافانا الله وإياكم. ثم قال: وإثبات عذاب القبر، وهذا أمر ثابت في دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خالفت فيه بعض الطوائف وقالوا إن عذاب القبر غير ثابت، وسببهم في ذلك أعيدكم إلى القاعدة المنهجية التي أعطيتها إياكم، قالوا إنه ما ثبت إلا من أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقائد وأمور الآخرة، فوضعوا قاعدة فاسدة وحاكموا عليها الأحاديث، واضح؟ وضعوا قاعدة فاسدة على خلاف ما كان عليه السلف الصالح والقرون الأولى، ثم حاكموا الأحاديث إليها. فأولا نقول: نحن لا نسلم بقاعدتك أن الأخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه وحيد، صح ولا لا؟ ولو كان اشتراط عدم كون الأمر من أمور الآحاد لما صدق الناس بالمرسلين، فإن الله بعث الرسل أفرادا، صح ولا لا؟ لو كانت الأخبار لا تصدق إذا وردت من آحاد لما صدق أحد بالأنبياء والمرسلين، فإن الأنبياء والمرسلين يرسلون آحادا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وحده إلى اليمن، صح ولا لا؟ وعلمهم من أمور العقيدة، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، هذا توحيد، وبعث معاذا وحده. فدل ذلك على أن القاعدة التي وضعها المخالفون لمذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يحتج بأخبار الآحاد في العقائد، هذه قاعدة غير صحيحة، وإنما اخترعوها من عندهم، فنشأ عن ذلك أنهم أنكروا عذاب القبر، وإلا عذاب القبر ثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله إشارة في القرآن ستأتينا إن شاء الله. المسألة الثالثة: التعوذ من عذاب القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل السلام من الصلاة دائما يستعيذ بالله من عذاب القبر كما تعرفون، ومر معنا. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي صبحا ومساء، وإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، أي يفتح له يرى مقعده فيزداد نعيما إلى نعيم. قال: وإن كان من أهل النار عرض عليه مقعده من النار ليزداد عذابا إلى عذاب، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. اكتب
عندكم الدليل من القرآن على إثبات عذاب القبر على وجه السرعة. بقيت لنا تقريبا 6 أحاديث ودنا ننهيها سريعا. الدليل من القرآن على إثبات عذاب القبر في قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سريعا، الدليل من القرآن على إثبات عذاب القبر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآن لاحظوا حتى تعرفوا وجه الاستدلال. الله قال عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، معناته في عذاب وفي نار. ثم قال: ويوم تقوم الساعة، معناه أن عرض النار الذي كان قبل ويوم تقوم الساعة هو الذي كان في القبر، صح ولا لا؟ فالقرآن أثبت مرحلتين لقوم فرعون. قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم. ثم قال: ويوم تقوم الساعة يقال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا دليل من القرآن على إثبات عذاب القبر. هذا الحديث فيه فوائد، أولها أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن هذه اللحظة التي نحن فيها، النار والجنة مخلوقة موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني دخلت الجنة فسمعت خشخشة عليك في الجنة يا بلال. وفيه أيضا إثبات حياة البرزخ، وفيه إثبات عذاب القبر ونعيمه، وفيه أيضا أن الموت ليس عدما ولا فناء، وإنما هو انتقال من حال إلى حال. أن الموت ليس عدما ولا فناء، وإنما هو انتقال من حال إلى حال. ثم قال بعد ذلك حديث أبي أيوب رضي الله عنه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، أي بمعنى غابت الشمس، قال: فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها، أي هذه يهود تعذب في قبورها. فهذا فيه إثبات عذاب القبر من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القاعدة التي احتج بها مخالفو مذهب أهل السنة والجماعة بقولهم إن الآحاد لا تقبل في العقائد ولا في أمور الغيبيات، فهذه قاعدة فاسدة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحيداً وأرسل رسله إلى وأصحابه إلى المدن والقرى وحدهم. وأيضاً ضمام ابن ثعلبة قصته لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نجد ثائر الرأس، قال: وأنت رسول من، وأنا رسول من ورائي. فهذا يعني شيء معقول، أنه يقبل بأخبار الأحاد في الأحكام وفي العقائد وفي أمور القيامة والغيبيات وغير ذلك. طيب، ثم قال حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه قال: وإنه ليسمع قرع نعالهم. وهذا فيه دليل على إثبات الحياة في القبر، فيه دليل على إثبات عذاب إثبات الحياة في القبر، لأنه يسمع قرع نعالهم وتوليهم وإدبارهم. قال: أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فأما المؤمن فيقول: أشهد أن لا إله، أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، فأولا يرونه يقولون: هذا مقعدك من النار لو كنت كفرت، ولكن الله أبدلك به مقعدا في الجنة، فتفتح له نافذة من الجنة يأتيه من روحها وراحها ونعيمها وخيرها. قال وجاء في رواية: ويفسح له في قبره مد بصره ويملأ عليه خضرا. الله أكبر، أنه خضار مد بصره، كما ترون الآن في المقاطع في أوروبا وفي بعض المناطق أنها اكتست ما شاء الله بالخضار والجمال بسبب الأجواء وكذا. فهذا الذي في قبره يوسع المؤمن، يوسع له في قبره مد بصره ويكون مملوءا عليه خضرا. وأيضا النبي الله سبحانه وتعالى قال في رواية: ألبسوه من الجنة، فيلبس ملابس من الجنة. وفي رواية أخرى يقال له: نم نومة عروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله. يعني نحن الآن نرى الذين ماتوا من 1000 سنة مثلا، نراهم أنهم يعني نظن أنهم إذا كانوا من أهل الجنة نظن أنهم ضجرون في قبورهم ضيقة عليهم، غير صحيح. من كان من أهل الجنة فإن هذه المدة 1000 سنة كنومة العروس، أحلى ليلة في حياة الشاب والشابة ليلة أن يكون عروسين، صح ولا لا؟ فالذي يكون في قبره من أهل الجنة هذه الآماد الطويلة كليلة العروس.
طيب، قال بعد ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. التوحيد أهم ما تعنى به توحيدك، أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله، تلتزم منهج السنة أهل السنة والجماعة، بذلك تنجو. فلا تعرض توحيدك للهلاك ولا لأي شيء قد ينسفه. قال: فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت إلى آخره. قال بعد ذلك حديث أبي طلحة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش، أي من كبراء قريش وعظمائها، قال: فقذفوا في طوي من أطواء بدر، أي في قليب بئر من آبار بدر، قال: خبيث مخبث منتن، رائحته خبيثة نتنة. قال: وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، أي مكث في ذلك المكان 3 ليال مكان المعركة. قال: فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها الذي يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم فوق الدابة. قال: ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: وما نرى ينطلق إلا لبعض حادثه، كنا نظنه يريد أن يقضي حاجته أو شيئا من حوائجه. قال: ثم قام على شفة الركي، وهي جهة البئر، قال: فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم، توبيخا لهم، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا روح في، لا أرواح لها، هذول أموات، كيف تكلمهم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني أنهم يسمعون ما أقول لهم وأناديهم وأكلمهم به، كما أنكم أيضا تسمعون فهم أيضا يسمعون. فهذا فيه إثبات الحياة بعد الموت، وأن الموت ليس فناء ولا عدما، وإنما هو انتقال من حال إلى حال. فهذا فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أن الله أنجز لنبيه ما وعده به: وعد الله الذين آمنوا وعملوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم في الباب الأخير من هذا الكتاب، كتاب الجنة، قال: باب إثبات الحساب. قال حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، يعني أن عائشة رضي الله عنها من حرصها على العلم والتفقه أنها إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم تفهمه فإنها تستفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عن معنى ذلك الأمر. ثم قال: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش، من حوسب عذب. قالت عائشة: هذا الحديث لن تفهموه إلا بعد أن تصغوا بآذانكم وتفتحوا له أسارير قلوبكم. قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، فقلت: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب أهلك. طيب، هذا الحديث بس عشان نشرحه شرحا واضحا، افهموا عدة أمور. أولا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حوسب، أي من نوقش واستقصي عليه، بمعنى سئل أسئلة مفصلة. واضح المعنى الأول؟ من حوسب، وفي رواية من نوقش. تعرف المنقاش الذي تخرج به الأمور الدقيقة؟ المنقاش هذا الشيء تستخرج به الأمور الغاية في الدقة، منه أخذ النقاش نقاشا وسميت المناقشة مناقشة، أي أنها أسئلة غاية في الدقة وغاية في الاستقصاء. فقال فالنبي قال: من حوسب، وفي ذلك من نوقش، أي أن من سأله الله أسئلة مفصلة عن الصغير والكبير والدبير والقنطير والقطمير يهلك. لأن الإنسان إيش؟ لأن الإنسان لا بد أن له تقصير في حق الله عز وجل، عنده تقصير، ولذلك قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن من استقصى عليه الله ولم يسامحه هلك، هلك
ودخل النار، ولكن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون الشرك. طيب هذا الحديث حتى نفهمه على وجهه، اكتبه على وجه السرعة. العرض له معنيان، العرض له معنيان، المعنى العام وهو عرض جميع الخلائق، عرض جميع الخلائق بأعمالهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا يسمى العرض العام، العرض العام هو قول الله عز وجل يومئذ تعرضون أي جميعا لا تخفى منكم خافية، عرض جميع الخلائق بأعمالهم. الثاني عرض خاص، عرض خاص وهو للمؤمنين، فتظهر ذنوبهم، عرض خاص وهو للمؤمنين فتظهر ذنوبهم فيقروا بها فيسترها الله عليهم ويغفر لهم. عرض خاص وهو للمؤمنين فتظهر ذنوبهم فيقروا بها فيسترها الله عليهم ويغفر لهم، وهو معنى الحساب اليسير الوارد في الآية. طيب بس نردد مع المؤذن ثم إن شاء الله نأخذ هذين الحديثين ونختم بإذن الله تعالى. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب كنا نتكلم عن مسألة العرض، قلنا أن العرض له معنيان، المعنى الأول العرض العام، المعنى العام هو عرض جميع الخلائق بأعمالهم على الله عز وجل، هو قوله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الثاني العرض الخاص وهو خاص بالمؤمنين، العرض الخاص وهو خاص بالمؤمنين فتظهر ذنوبهم فيقروا بها فيسترها الله عليهم ويغفر لهم، فيقروا بها فيسترها الله عليهم ويغفر لهم، وهو الحساب اليسير الوارد في قول الله عز وجل
فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهذا هو العرض، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالت عائشة: أليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. هذا العرض العام ولا العرض الخاص؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا العرض الخاص بالمؤمنين، أنه تظهر عليهم ذنوبهم فيقروا بها فيسترها الله عليهم ويغفر لهم. هذا هو معنى العرض الخاص، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ثم بعد ذلك الحساب، ثم بعد ذلك الحساب، وهو بمعنى المناقشة الشديدة. ثم بعد ذلك الحساب، يعني الحساب بعد العرض، واضح المعنى؟ ثم بعد ذلك الحساب، وهو المناقشة الشديدة والاستقصاء في السؤال، وهي المناقشة الشديدة والاستقصاء في السؤال، وهي للكافرين وبعض عصاة المؤمنين، وهي للكافرين وبعض عصاة المؤمنين، فالكافرون إلى النار، فالكافرون إلى النار، وعصاة الموحدين الذين شدد عليهم في الحساب، وعصاة المؤمنين أو عصاة الموحدين الذين شدد عليهم في الحساب يكونون تحت المشيئة، كما تعرفون من مذهب أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر من المؤمنين، أنهم يوم القيامة تحت المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء أخذهم بذنوبهم وعذبهم. فقلنا: فالكافرون في النار، وعصاة الموحدين الذين شدد عليهم في الحساب يكونون تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر له. كذا فهمتم الآن الفرق بين العرض والحساب؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حوسب عذب، هو معنى الأخير الحساب، وهو بمعنى من نوقش، أيضا كما في رواية أخرى: من نوقش الحساب عذب. يعني لو أن الله سألك في الصغير والكبير والدبير والقنطير والقطمير ستهلك، نعمة العين فقط وحدها يمديك أن تؤدي حقها؟ نعمة العين وحدها يمكنك أن تؤدي حقها؟ الجواب قطعا لا. فكيف لو سألك الله عن كل شيء سؤالا مفصلا مدققا محددا؟ تهلك. وأما قول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا معنى العرض الخاص، هذا معنى العرض الخاص، أن الله يظهر ذنوبهم فيقر بها فيسترها عليهم ويغفر لهم. هذا معنى العرض الخاص، وهو في الوارد في قول الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك، من نوقش وسئل واستقصي عليه ولم يترك عليه شاردة ولا واردة سيهلك قطعا. قال بعد ذلك هذا الحديث فيه، قال: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض. طيب، قال: ولكن من نوقش الحساب يهلك. ثم بعد ذلك من الفوائد في هذا الحديث فيه فضل عائشة رضي الله عنها وحرصها على فهم الحديث النبوي، فيه فضل عائشة وحرصها على فهم الحديث النبوي. ثم أيضا الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر ولا يتبرم من المراجعة والاستفهام والسؤال. الثالث إثبات الحساب والعرض يوم القيامة. ثم الباب الأخير باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، وهو آخر هذا الباب، وحديث سهل واضح نتم به الباب. قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم، فمن كان صالحا بعث، من كانت نيته وأعماله صالحة بعث على الخير الذي يوافق عمله، ومن كان طالحا فاسدا أيضا بعث على ما يوافق، وجوزي على ما يوافق عمله. فإذا نزل العذاب العام من الهلاك أو من الإحراق أو من الإغراق على قوم فيهم الصالحون ومنهم دون ذلك، فالصالح يبعث يوم القيامة على نيته الصالحة. وأما ما بوب به باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى ففيه حديث لكنه لم يخرجه الشيخان، واضح المعنى؟ يعني الآن قال: باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت،
في حديث عند مسلم بالنص هكذا، ولكن الحديث لم يخرجه البخاري، فالحديث ليس من قبيل المتفق عليه، فلذلك لم يورد في اللؤلؤ والمرجان. واضح المعنى؟ فاللؤلؤ والمرجان لا يورد فيه إلا الحديث الذي أخرجه الشيخان. فلو الحديث عند البخاري ما هو عند مسلم ما يذكر في اللؤلؤ والمرجان، ولو الحديث عند مسلم ما هو موجود في البخاري لا يورد في اللؤلؤ والمرجان. اكتبوا عندكم، جاء عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن، إلا وهو يحسن بالله الظن. لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن بالله الظن، رواه مسلم. فهذا فيه أن الإنسان في الأصل أنه في حياته وحال صحته يعيش بين الخوف والرجاء. اكتبوا فيه أن الإنسان حال صحته أنه يعيش بين الخوف والرجاء، أنه يوازن بين الخوف والرجاء. وأما إذا كان في حال الموت والاحتضار والمرض الذي يغلب فيه الموت، فإنه يقدم جانب حسن الظن بالله. واضح؟ وإذا كان في حال الاحتضار والمرض المخوف الذي يظن فيه الموت، أن الإنسان يغلب جانب الرجاء عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن بالله الظن. واضح معنى الحديث؟ ففي حياتك وحال صحتك وازن بين الخوف والرجاء. وأما إذا كنت في حال الاحتضار أو نزل بك مرض مخوف يغلب فيه الموت، فإنك تغلب جانب حسن الظن بالله عز وجل، وهو يحملك على الرجاء عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. هذا هو ختام هذا المجلس، وبقي لنا 77 حديثا إن شاء الله في 3 مجالس نتمها ونختم هذا الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم. ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. وشكر الله لكم إنصاتكم ومتابعتكم. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم للسامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات صب عليهم الخير صبا صبا، ودره عليهم درا درا، ولا تجعل عيشهم كدا ولا نكدا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أقر أعيننا في ذوينا وأهلنا وأبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان في هذا الجمع يشكو بلاء أو مرضا، اللهم اشفيه وعافه. اللهم من كان مديونا، اللهم سدد دينه وأعنه في أمره يا رب العالمين. ومن كان ولده أو قريبا أو حبيبا له غائبا أو غريبا، اللهم نفس كربته وفرج عنه ورده إلى أهله وذويه سالما غانما يا رب العالمين. اللهم صب علينا من خيرك وجودك ورحمتك وبركتك يا ذا الجلال والإكرام، يا من له الدنيا والآخرة وإليه مرجع يوم التناد. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم أسبغ الخير والرغد والأمن والرخاء على جميع بلاد المسلمين.